صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم سادتي وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صلوا على محمد وآل محمد. الآية في سورة لقمان 20 آية 20. الآية الكريمة تعطي للإنسان قدرا وحظا وافرا من الإكرام والإحترام. إكرام وإحترام الإنسان لأجل عقله الذي ركبه الله فيه، لأن الآية شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم. الله كرمنا بماذا؟ هسه جماعة يطلعون يقول الله كرمنا لأن ناكل بيدينا، ناكل بالإيد، لأن الحيوان أجلكم الله يأكل بالفم مباشرة، بس الإنسان يأكل بإيده، يسوي لقمته بيده ويأكل. الله كرمه لأن يأكل بيده. واحد يقول الله كرمه لأنه علمه العلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقيمة الإنسان ما يعلم. زين، واحد قال لا، إنما كرامة الإنسان لأنه يمشي منتصبا رأسه مرفوع فوق، زين، ولا يمشي متأطئا كالحيوان جلكم الله، يعني ما يمشي مثل الحيوانات اللي غالبا رؤوسه وين؟ إلى الأسفل. واحد يقول عدة آراء، بس أصح وأحسن وأفضل وأعقل وأنسب تفسير للكرامة التي أكرم الله الإنسان بها لتجمع هذه بأجمعها، شنو مولانا؟ العقل. ولقد كرمنا بني آدم، الله كرمنا بمن؟ بالعقل. هذا حبيبي، فلأن الله كرمنا بالعقل أعطانا وميزنا وسخر لنا كل شيء. الله شو يقول في هذه الآية؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. تعرفون من وما؟ من للعاقل، ما لغير العاقل. مرة يقول يسبح لله من، مرة يقول يسبح لله ما، فأكو فرق بين ما ومن. هنا ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. زين، الله سخر لنا كل شيء. زين حبيبي، كل شيء سخر لنا، سخر لنا كل شيء لمن؟ لكرامتنا عند الله. شنو هذه الكرامة؟ العقل. لكن يجيك واحد لا يضع عقله تحت رجله، ما يستفيد من عقله. شلون مشكلة هذه؟ احنا هاي مشاكلنا ترى من هذا اللي ما يستفيد من عقله حقا حقا. زين،
مولانا العزيز أكو قاضي من القضاة كان يصلح بين المتباغضين دائما، فقالوا له شلون أنت تصلح بين الناس إذا جابوا لك واحد عاقل أو واحد غير عاقل، واحد عاقل يتفاهم وواحد غير عاقل أرعن ما يفهم، زين شلون تصلح بينهما؟ قال أخذ من عقل العاقل وأعطي غير العاقل وأصلح بينهما، أخلي العاقل شوي يتنازل، ها؟ لأن هذا عاقل يتفاهم تقدر تحكي وياه، فأخذ من عقل العاقل وأخلي على غير العاقل وأصلح بينهما. قالوا له إذا أجوك اثنين ما يفهمون، لا هذا عاقل ولا هذا عاقل، هذا غير عاقل وهذا غير عاقل، قال أخو أنا عاقل أخذ من عقلي أوزع على رأسيهما وأصلح بينهما. قالوا له إذا أجوك اثنين عقلاء مختلفين، هذا عاقل مختلف ويا هذا العاقل مختلف، إيش قالهم؟ قالهم العاقل لا يختلف مع العاقل. بالفعل إحنا ضيمنا ودقنا ولطمنا ومشاكلنا كلها منين؟ من غير العاقل حقيقة، ولا العاقل لو عاقل ما يختلف مع العاقل، وهذا حبيبي شلون؟ فإذا مولانا الله سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ علينا النعم، هذه النعم ظاهرة وباطنة، هذه تعبر عنها بآيات الآفاق وآيات الأنفس. اسمعني، هذه مهمة مولانا. آيات الآفاق وآيات الأنفس هي الآيات التي نستطيع من خلالها أن نعرف الله سبحانه وتعالى وأن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى. زين، يجيك واحد يسألك يقول لك الله موجود، تقول له إيه الله موجود. إذا الله موجود أثبت لي وجود الله. شلون الله موجود مولانا؟ شلون الله موجود؟ تقول الله موجود، نستطيع أن نثبت وجود الله عن طريق آيات الآفاق، الآفاق عن السماوات والأرض وما يجري حولنا، وآيات الأنفس. زين، يعني هذا الكون وهذه الأرض وهذه السماء وهذا الخلق أما يحتاج إلى مدبر وخالق؟ أكيد يحتاج. هذا يوم من الأيام واحد يمشي ويا الإمام الصادق عليه السلام، فقال له سيدي أثبت لي وجود الله، أثبت لي أن الله موجود، هذا الكون إله مدبر. فالإمام شاف له مرة كبيرة قاعد تغزل الغزل، تعرفون الغزل شنو بعد؟ زين، قال له أترى هذه المرأة؟ قال له نعم. قال له تشوف هذا المغزل؟ قال له إيه. قال له إن وقفت المرأة، إذا المرأة وقفت وما حركت المغزل، المغزل يتحرك لو ما يتحرك؟ قال له لا سيدي ما يتحرك. قال له إذا هذا المغزل يحتاج إلى مدير، الذي يديره يحتاج إلى مدير ويحتاج إلى من يحركه حسب نظام خاص، زين، فكيف بهذا الكون وهذا العالم؟ ما يحتاج إلى مدبر ومدير؟ ما يحتاج إلى خالق مولانا؟ وإحنا إذا نظرنا إلى الآفاق اللي حولنا تجد عجب العجاب إخواني، تجد عجب العجاب في هذا الأمر. شوف أنت القاع اللي قاعد الآن هسه، إحنا هاي القاع، أنت تعرف أن إخواني، شوف اسمعني حبيبي، يقول تفكر ساعة أفضل من عبادة سنة، وعلى رواية 70. الآن إحنا وين؟ إحنا قاعدين بالقاع، أنت ما تحس بدوخة، أنت ما تحس بدوخة فرة، بس تدري هذا الكون كله قاعد يفتر، إحنا القاع، إحنا بالقاع، إحنا عايشين بالقاع، هي القاع شنو قاعد مولانا هيك تفتر، يسمونها الحركة الوضعية، يسمونها الحركة الوضعية، إحنا على حسب القاع، القاع شلون تفتر هيك تفتر، كل 24 ساعة تفتر فرة كاملة، يوم وليلة، 24 ساعة يصير نهار، هاي الشمس، نهار ليل، أشوف هذا نهار وهذا ليل، أنه هذا يصير هذا نهار هذا يصير ليل، هاي الحركة الوضعية. بالإضافة إلى الحركة الوضعية هي القاع تفتر حول من؟ حول الشمس، يسمونها الحركة الانتقالية، تتحرك حول الشمس، يعني هي تفتر، شوف عن القلاص لا يحرقني مولانا، القلاص حار، زين، وقاعد مولانا تفتر حول الشمس، فحركة انتقالية. كم حركة صار لها؟ حركتين، حركة وضعية القاع هيش تتحرك، أو حركة انتقالية حول الشمس. إحنا نعيش في منظومة شمسية، هذه المنظومة الشمسية معها ملايين المنظومات الشمسية أيضا تتحرك، هي المنظومة الشمسية كلها كل المنظومة الشمسية مع بقية المنظومات الشمسية شنو مولانا؟ الله، حركة في حركة في حركة. ياهم عندكم هسه يحس بالحركة؟ ما حد يحس. شوف القدرة الإلهية، شوف قدرة الله سبحانه وتعالى. إخواني أعزائي، أنت تجيب لك تمن خليه في صينية،
تما نخليه صينية أو فر الصينية، التما بالوسط ما يظل، وش يصير؟ يتطشر، عدل ولا لا؟ يسمونها القوة الطاردة عن المركز، يعني التما بالمركز ما يضر، ما يضر، يتطشر. الآن القاع قاعد تفتر هيك، اسمع 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 عين، القاع هيك تفتر دوران، إذا قاعد تفتر احنا نصير مثل التما بالصينية، كنا نتطشر، كن واحد معلق منا، واحد معلق منا، واحد معلق منا، يعني تسبب حركة طاردة للمركز. بس سبحان الله، الله ايش خلى بالقاع؟ قوة شنو؟ جاذبة. هذه قوة طاردة وهذه قوة جاذبة. إذا القوة الطاردة ما موجودة احنا ما حد منا يتحرك، كل احنا لازقين بالقاع مثل المسامير، ما حد يقدر يحيي، يعني ما يقدر يتحرك اصلا، ثقل، واضح مولانا؟ إذا لا قوة طاردة ماكو جاذبة، نشوف معلقين بالهواء. بس الله قتل هاي القوة بهذه القوة. ها اشوف نمشي نقعد، اشوف ايدي قاعد اشيلها مرتاح، تطفر فوق وتنزل حدر، هاي القدرة، هاي تحتاج الى قدرة الهية لو ما تحتاج قدرة الهية؟ عمي هاي القاع اللي قاعد عليها انت هسه، هاي القاع انت احسب ان الله خالق القاع من 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 حديد. اذا نفرض القاع كله من حديد، تحفر لك متر حديد، كيلو متر حديد، 10 كيلومترات حديد، مشكلة، لا بينا نزرع، لا بينا ناكل، لا نظل تايهين، وين نروح؟ صدق يعني اذا القاع صلبه، اذا الله خالقه صلبه وما ياخذ بها شيء، مشكله، شلون نعيش؟ الناس تموت، ما تظل. او اذا لا بالعكس، اذا خلقها رخوه وحل طين، شوف كلنا راكشين اللي هنا بالطين مولانا، لا صدق، لا سياره تمشي، لا بيت ينبني، لا ماكو، ما نقدر، لو كله طين، وين ما تنزل طين طين طين، ما يصير. بس الله خلق الارض بين الصلب وبين لا لين، ولا خلقها منين؟ من تراب، ننام عليها وناكل منها، مو نزرع بيها، ناكل منها وناكل عليها ونبني عليها، وخلقنا منها واليها نرجع. القاع امنا اللي تستر علينا، ترى احنا لو ما القاع ريحه الموت ما تدري شنو، يعني الله ساترنا، الله وكيلك، الله ساترنا بمن؟ بهالقاع. هاي ام اللي تضمني الى بطنها في الاخير، وهي اللي تستر علي، تستر علي. والا احنا لو تخلي الميت 3-4 ايام ولا بلا دفن، يا فضل انا اتخطر في يوم جابوا جنازه اصلي عليها بالمحمره، فهذا الرجال المتوفي الله يرحمه كان في غير دوله، ما ادري في اي دوله كان، على العموم جابوه بالطائره مخلينه في تابوت، والتابوت طاقيله كابسي كبس ومخلين فيه غاز، هسه شنو الغاز ما ادري. جابوا ففتحوا الجنازة، هذا الرجال مو غريب، مات بالبيت اللي هو ساكن بيه 3 أيام ما حد يدري بيه ميت، ريحته طلعت، الجيران انزعجوا، خبروا الشرطة، شافوا الرجال شنو ميت من أهل المحمرة، هو خلوا جنازة بالطائرة كذا، لأن ريحة نتنة ما يقدرون، ما يتحمل الناس، ما تتحمل بالطائرة، فكبسوا كبس وخلوه بغاز، جابوه للمقبرة، فتحوا التابوت ماله. صدقني وحق هذا المنبر انا قاعد احكي، انا اللي انجرت عليه وانا على منبر رسول الله، انا واقف والناس وراي، اللي واقفين وراي عشرات، حتى اولادهم موجودين، حطوا شيء، فتحوا التابوت، بمجرد ان فتحوا التابوت مولاي طلعت ريحته، ريحه الميت، حتى اولاده كانوا يبكون عليه، تو اولاده اذا بروح على التابوت ويشبق ابوه ويبكي، حتى اولاده شردوا، ما حد ظل، ما حد قدر يدنو الى الجنازه، ما حد، او انا دنوت الى الجنازه والله العظيم خذيت نفس طويل ورحت لم الجنازه، صليت عليها وطلعت بسرعه، بس الواجب، بس الواجب، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد الله اكبر، اللهم صل على الله اكبر، بسرعه وطلعت، اختنقت زين، وصرنا بعاد، ونزلوه ناس خواص تلثموا ونزلوه نفرين بسرعه، بس كون انطموا وخلاص. هذا بني ادم هو شنو شايل خشمه هيك ومتكبر، وشوف الدنيا ما شايلته عليه من عمي، اضقل، ما طار طير وارتفع الا كما طار شنو؟ وقع، من تواضع رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله، الشاهد مولانا هذه نعمه لو مو نعمه هذه؟ ايات الافاق نستطيع من خلالها وعن خلالها من خلالها ان نثبت وجود الله سبحانه وتعالى، زين حبيبي؟ زين هذا ايات الافاق. حيا الله الشيخ حبيبي شيخنا العزيز. حياك الله مولاي. هذه تسمى آيات الآفاق. عندنا آيات تسمى آيات الأنفس إخواني. آيات الأنفس
هم نستطيع من خلالها أن نثبت الله سبحانه وتعالى. مو الإمام شي يقول؟ يقول من عرف نفسه فقد عرف شنو؟ ربه. أنت إذا شوف تنظر إلى نفسك وشوف العجائب اللي موجودة في ذاتك والعجائب اللي موجودة بالجسد، تقول هاي تحتاج إلى مدبر، تحتاج إلى خالق، ها؟ مو عبث. أنا أشرح لك هذه برواية واحدة، أشرح لك آيات الأنفس برواية واحدة. نعم، منصور الدوانيقي أبو جعفر، تعرفونه بعد أبو جعفر منصور الدوانيقي، هذا عدو للإمام الصادق عليه السلام، يأذي الإمام، هو يأذي الإمام، كل شيء يأذي الإمام سلام الله عليه. أو كان، اسمعني حبيبي، اسمعني مولانا، أو كان يدعو بعض العلماء من شتى العلوم والفنون خاطر يخلي حوار بينهم وبين الإمام لكي يفحم الإمام سلام الله عليه، خاطر يسكت الإمام، ها؟ يريد يهزئ من الإمام، يريد على قولتنا يفشل الإمام، ها؟ يوم ما قدر على الإمام، ما قدر عليه، شلون ما أراد ينتصر على الإمام ما قدر، يتغلب على الإمام ما قدر. يوم من الأيام دعال طبيب هندي، دكتور هندي حاذق معدل، طبيب هندي، قال له أيها الطبيب، قال له أعطيك ما تريد من المال، بس أريدك تسأل رجل عندنا اسمه جعفر بن محمد الصادق أمام الناس فلا يستطيع أن يجيب، أسئلة سؤال كون السكتة كون ما يجاوب، نخلي الجمع كله يضحك. قال له هذا جعفر بن محمد هذا طبيب؟ قال له لا مو طبيب. قال له سهلة هاي، أطقه بكم سؤال وسكته، مقرود هذا الهندي ما يدري، زين ما يدري قاعد يتكلم مع من، زين. الشاهد مولانا صارت القعدة، منصور الدوانيقي قاعد على عرش والهندي قاعد ومنا الإمام الصادق عليه السلام وقاعدين وزراء وخدم والناس هوسة هوسة مولانا، ها، ناس المجلس كتف على كتف ازدحام يريد يهزئ من الإمام. الحوار صار علني، قال للطبيب هذا منصور الدوانيقي، قال له هذا هو جعفر ابن محمد الصادق أبو عبد الله، هذا هو، سأله الطبيب، الإمام يدري، الطبيب سأل، احنا قاعد نتكلم عن من؟ عن آيات الأنفس، قاعد نتكلم عن آيات الأنفس، مو يروح فكرك منا ومنا. الطبيب سأل الإمام، قال له يا جعفر ابن محمد، قال له بلى، قال له أتعرف من الطب شيئا؟ أنت تعرف من الطب شيء؟ قال له بلى، قال له أعرف الإمام، قال له ماذا تعرف من الطب؟ قال له أداوي الحار بالبارد وأداوي البارد بالحار، وأعرف أن المعدة بيت الداء وأن الحمية هي الدواء، وأعود بدني على معتاد، أعود بدني على معتاد. هذا الهندي انتصب هيك قاعد، قال له أيها الأمير، قال له بلى، قال والله هذا كل علم الطب ذكره في عبارتين، كل علم الطب هذا ذكره بعبارتين، هذا شو سئله يعني، ها؟ قال له أيها الطبيب الإمام، قال له بلى، قال له سألتني أسألك؟ أنت خواص سألتني بعد، قال لي، قال له سألك؟ هذا الطبيب بعد ارتخى، قال له سل، إن استطعت أجبت وإلا فلا تعلمت. بعد ما شو يسوي؟ وين يروح؟ اي قال له سل، اسمع اسمع، انا ما جاوب عليها كذا لان طويله. الامام ساله، قال له لماذا جعل الله الجبهه بلا شعر؟ ليش هاي القصه الجبهه ما بيها شعر هاي؟ قال له لا اعلم. قال له لماذا جعل الله في الجبهه اسارير؟ اسارير، شوف شوف، يعني مثل النهران اسارير خطوط بها. قال له لا أعلم. قال له لماذا جعل الله الحاجب فوق العين ولم يجعله تحت العين؟ قال له لا أعلم. قال له لماذا خلق الله الحاجب كالهلال مقوس، ما مخلي قبل، ها سيد على قوة الجماعة ماكو، زين. قال له لا أعلم. قال له لماذا جعل الله العين كاللوزة ولم يخلقها مدورة أو مربعة؟ قال له لا أعلم. قال له لماذا جعل الله الأنف بين العينين ولم يجعله على الجانبين، يعني يخلي الخشم منا لو منا أحسن، ليش خلاه بالنص؟ قال له لا أعلم. قال له لماذا جعل الله ثقب الأنف إلى الأسفل لا إلى الأعلى؟ قال له لا أعلم. قال له لماذا جعل الله الشارب فوق الشفة ولم يجعله تحت الشفة؟ ليش الشارب هنا صاير ما صاير هنا؟
قال لا أعلم. قال لماذا خلق الله اللحية للرجال جعل الله اللحية للرجال دون النساء؟ قال هم ما أدري. قال لماذا خلى الكف من الشعر؟ قال هم ما أدري، ما يدري شي خطية، هذا أطرش بالزفة ماكو شي. قال لماذا خلى الكف من الشعر؟ قال لا أعلم. قال لماذا تنطوي الركبة إلى الخلف ولا تنطوي إلى الأمام؟ قال لا أعلم. قال لماذا جعل الله قلب الإنسان كحبة الصنوبر؟ ها؟ ما خلاه بشكل آخر. قال لا أعلم. والإمام كان يسأله يسأله وهذا كله شنو؟ لا أعلم لا أعلم لا أعلم، يبين علي ماكو شيء هذا. زين، هذا الطبيب، هذا طبعا المنصور الدوانيقي صف صف ماكو بعد. زين، سأل الطبيب قال لكل واحدة جواب؟ قال لكل واحدة جواب. قال وتعرف إجابتها؟ قال أعرف إجابتها. قال علمني، طبعا ما راح أذكرها كلها هواية تصير طويلة، أذكر لك واحدة اثنين. قال الأولى جعل الله مولانا في الجبهة أسارير، شوف هاي نهران يسمونها خدود أسارير. زين، هاي بمنزلة الأنهار في الأرض، إذا يعرق الإنسان ينزل العرق من الرأس وين ينزل؟ على الجبين، لكي لا ينزل على العينين فيحرق العينين، العرق يأذي مالح يأذي العيون مولانا، وين يطيح؟ يطيح على الأسارير، فيوجهها يمينا وشمالا منا منا. قال زين ليش الحاجب صار كالقوس؟ قال ما تبقى من العرق، العرق من ينزل إذا كان ضخين من ينزل والقصة ما تلحق أن تميل يمين وشمال، وين ينزل؟ على الحاجبين، الحاجب تمنع العرق أن ينزل إلى العينين فتوجهها يمين وشمال. قال زين لماذا جعل الله الحاجب فوق العين ولم يجعلها تحت العين؟ قال لكي يصل النور، نور الشمس إلى العين بقدر ما تحتاجه. زين، الخاطر النور يوصل للعين بقدر ما تحتاج، لهذا أنت إذا النور قوي، إذا النور عادي قصتك هيك عين عليه شوية، إذا النور قوي شو تسوي؟ شوية تجمع الحاجب. ليش؟ شو أسوي مولانا؟ زين، يا الله هيك نوصل المفهوم. خاطر النور شو يصير مولانا؟ يحجب أكثر، وإذا النور أكثر شو يسوي الإمام؟ إيش قال؟ قال ولهذا تضع يدك عند الحاجب، ما تخليه هيك، تخليه هيك. ليش تخليه هيك؟ خاطر النور يوصل بقدر ما تحتاجه العين، مو إذا صار زايد يحرق العين يأذيها. ها؟ قل أحسنت. قال لماذا جعل الله العين كاللوزة؟ قال العين كاللوزة لكي يدخل فيها الدواء ويخرج منها الداء، مو قبل الدواء مو بقطرة، يخلينا بالميل ها يخليها. زين، هذا الدواء يطب براحة والمرض الداء هم شنو مولانا؟ يطلع براحة، وإلا إذا كانت مربعة له مدورة إلا يعمي عينه ما يقدر. واضح حبيبي؟ قال لماذا جعل الله الأنف وسط العينين؟ قال لكي يقسم النور إلى قسمين متساويين، إلى هذه العين وإلى هذه العين. قال أحسنت. قال لماذا ثقب الأنف إلى الأسفل لا إلى الأعلى؟ قال لكي ما تبقى في رأس الإنسان، يعني الوساخة أجلك الله، ينزل ولا يصعد، لأن صعد ما يصعد، ينزل. قال أحسنت. ليش الشارب فوق الشفة؟ قال لكي ما ينزل من الأنف لا ينقص على الإنسان طعامه وشرابه، لا ينزل قبل يروح بالفم. واضح مولانا؟ أو ظل الإمام طبعا يظل يعدد له اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. هذا الطبيب مولانا سكت، قال من أين لك هذا العلم؟ قال هذا العلم منينك؟ قال أتراه أتراني تعلمته من معلم؟ أنت هذا العلم برأيك أنا تعلمته من معلم؟ قال يقينا. قال والله هذا العلم علمنيه أبي محمد الباقر عن أبيه علي السجاد، عن أبيه الحسين الشهيد بكربلاء، عن أبيه علي بن أبي طالب، عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن جبرائيل عن الله. فنحن محمد وآل محمد عندنا أول العلم وآخر العلم ومصدر العلم وكل العلم. عافية. هاي الصلوات إذا صار ذكر لآل البيت كن يستاهلون صلوات أعلى من هذه بكثير. عافية. زين، هذه الآيات، آيات الآفاق وآيات الأنفس اللي تعبر عنهم الآية،
كلها سخرها الله سبحانه وتعالى عند الإنسان. ها؟ كلها سخرها لك أنت يا بني آدم. ها؟ شو تقول الآية؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ها؟ أنت إلى الآن شفت لك حيوان جلك الله يملك له شبر قاع باسمه؟ ماكو. ها؟ شوف البشر مصرف بالقاع الأرض. زين البشر مصرف بالبحار، البشر مصرف بالهواء، البشر كل شيء مصرف، كل شيء عند الإنسان تحت تصرفه. ما عندنا حيوان يملك له سند طابو، ماكو. ها؟ كل ما كان عدمن عند الإنسان. زين هاي آيات الآفاق. بعد سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ. أسبغ مأخوذة من الإسباغ، يعني أوسع، يعني أغدق، يعني أكثر هيك. زين وأسبغ عليكم، يعني وأوسع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الله أعطانا نعم ظاهرة ونعم شنو؟ باطنة. شنو هاي النعم الظاهرة والباطنة؟ ها؟ هاي النعم الظاهرة والباطنة شنو؟ بيها كم رأي؟ أنا أذكر لك اثنين ثلاثة بس. الرأي الأول قال النعم الظاهرة والباطنة. إخواني أعزائي، ما دام أنتم يعني ساكتين ومنتبهين لي وأنا مترهي عليكم، فنحكي على كيفنا وراح ناخذ ونعطي أنا وياك. مولانا شوف هاي أعضاء الإنسان، شوف هذا الخشم، هاي العين، هاي الأذان، هاي الإيد، هذا الرجل، هذا الرجل وهذا اللسان. مولانا إلى قوى. صح، هو عجبت لهذا الإنسان يتكلم بلحم وينظر بشحم ويسمع بعض. هذا اللسان، هذا اللحم، اللحم يتكلم. هذا مو لحم؟ هذا ليش هذا اللحم ما يحكي؟ هذا اللحم يحكي. هذا لحم، هذا لحم، بس ليش هذا اللحم يحكي؟ هذا اللحم ما يحكي. هاي العين شحمة، ليش هاي العين الشحم يشوف غير شحم ما يشوف؟ ليش؟ لأن أكو قوة، أكو قوة تدفع هذا اللحم بالنطق والكلام، قوة. ها؟ ولهذا أنت تشوف الخرس، الأخرس عنده لسان مثل لساني، يمكن لسانها محلى من لساني، لكن ذاك ما يقدر يحكي، أنا أقدر أحكي. ليش؟ لأن ذاك القوة التي تدفع اللحم هذا اللسان بالنطق والكلام صاحية سالمة. ها؟ لكن أنا ذاك معطلة عند القوة، بس عندي أنا شنو؟ صاحية سالمة. يعني هي مو قضية ترى بس العضو الظاهري، هذا العضو الظاهري يمكن أن يكون سالم، بس القوة التي تدفع اللسان بالنطق شنو مولانا؟ غير سليمة. هذا في يوم أنا دعوني في مجلس مكان همو بالكويت، فطبيت أول ليلة عندهم. من دخلت، جزاهم الله خير أهل أدب واحترام مثلكم ما شاء الله، جزاكم الله خير جزاء أهل أدب واحترام. من دخلت لين أول ليلة الناس قامت، الناس رحبت بي من الرأس للرأس. أنا هم قلت عيب لين أول ليلة خل أسلم عليهم، فسلمت على الناس واحد واحد، وصرت الواحد قاعد ما قام، كلها قايمة هو ما قام. أنا هم وصلت له ماني هم حساس يقوم لو ما يفرغ لي أصلاً. ها؟ يقوم لو ما يقوم أنا لا يزيد شيء، ولا ما يقوم يمكن يكرهني، يمكن ما يحبني، يمكن ما أبي، يمكن ما يريد يقوم. قوة هي كيف؟ البعض حساسين يزعل، بس أنا ما أزعل. فأنا وصلت له قلت إذا أوصل هم أسلم عليه. الطامة الكبرى مديت إيدي إلى ما مدي إيده، ما سلم علي. أنا شوية صار بخاطري، شوية تأذيت، قلت هسه هذا ما قام ليش ما يسلم؟ عيب قدام الناس وأنا ضيف وجاي. زين واللي بصفة طقه هيك بكتفه قال له قوم. قال له الشيخ جاء. قال له وين الشيخ خطيض اللي يسوي هيك؟ خطيض وقام. فعرفت شنو؟ أعمى ما يشوف. بست أنا منه، بست منه، حبيت راسه وشبكته وكذا، وتعديت على العموم. مولانا ما يجي عليه عمى، فك عيونه، ومو عين قبض، عين هيك عيونه كبار ويباوع يمين. أنا قلت هذا يشوف، يعني أي واحد اللي يشوفه ما يتوقع أنه هذا ما يشوف. زين طلع عمى. هذا العضو الظاهري صاحي سالم، بس القوة التي تعطي العين النظر شنو مولانا؟ عنده معطلة. إذن الإنسان عنده نعمتين، نعمة ظاهرة هاي الأعضاء الظاهرة، ونعمة باطنة هي القوى التي تدفع الأعضاء الظاهرة بالعمل. واضح مولاي؟ الله شو يقول؟ يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الظاهرة هاي الأعضاء، زين هاي نعمة، والباطنة أي القوى التي تدفع الأعضاء إلى العمل. هذا الرأي الأول.
الرأي الثاني، الرأي قلت لك ثلاثة بس. الرأي الثاني رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النعم الظاهرة والباطنة. الظاهرة الإسلام، الظاهرة الإسلام نعمة، نعمة الإسلام، ها الإسلام نعمة، هاي الظاهرة التي أنعم الله علينا بها. الباطنة شنو؟ عجيبة هاي الباطنة هذه. الرسول شو يقول؟ يخاطب ابن عباس، يقول له الرسول قال له والباطنة ما ستر الله من مساوئ أعمالنا. هاي باطنة. وصدق هسه احنا الحكي بيناتنا نروح بعيد صدق، يعني هسه يا ريتهم هذا المقطع ما يبثونه، ما ادري بعد كيفهم. هسه احنا القاعدين، هذا القاعدين وهاي الناس كلها، مو بس ايش قد عندنا ذنوب ومعاصي. صدق احنا الاعتراف بالذنب فضيله. اكو مر عمر علينا، يمكن كذبنا، يمكن خذينا غيبه، يمكن منا منا منا، بس الله ساتر علينا لو ما ساتر علينا؟ الله ساتر علينا، ها؟ الله هو ستار العيوب. صدقوني إخواني، والله لو أن الله يريد أن يفضحنا بأعمالنا فدوا روح لك يا أبا الحسن سيدي. شو يقول؟ يقول لو تكاشفتم لما تدافنتم. حكاية ثجيلة، ها؟ يقول لو واحد يعرف بالثاني شو مسوي مولانا ما يدفنه، يقولون فلان مات، قال خلي ولي هذا الحد ما كان يسوي هيك، ها؟ بس الله ستر علينا، الله ساتر علينا. إذا الله ساتر علينا إحنا بنستر على غيرنا. الله هو ستار العيوب، ما دام الله ستار العيوب إحنا بنستر على غيرنا، ها؟ لا نفضح. أنا ذكرت البارحة مدوى البارحة هنا لو غير مكان ما أدري، كما إذا فضحنا أحد، إحنا أخو الحمد لله بالفضيحة فالحين، إذا يجي خبر عن شيخ فلان لو سيد فلان لو الخطيب الفلاني أي شيء اللي كان صدق لو كذب، خمس دقائق تلقاها بلندن بسرعة، الخبر ينتشر بسرعة ببركة الواتساب هذا، لا تحقيق لا سؤال لا كلام، هذا مو صحيح، مو صحيح مولانا. أنا باكر محاسب أمام الله سبحانه وتعالى، الله يحاسبني. إذا كان الخبر صحيح فأنت ليش ما تستر؟ الله ساتر، أنت ليش ما تستر؟ وإذا كان مو صحيح وبعد واوي له، ها؟ فالشاهد شي يقول؟ يقول النعم الظاهرة الإسلام والباطنة ما ستر الله من مساوئ أعمالكم. زين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث والأخير، الرأي الثالث والأخير الإمام الصادق عليه السلام ذكره، طبعا أكو آراء بس أنا ثلاثة أذكر لك. الرأي الثالث والأخير الإمام الصادق يقول الأرض لا تخلو من حجة، الأرض لا تخلو من حجة من إمام، إما إمام ظاهر مشهور أو باطن مستور. الأرض لا تخلو من حجة، لو إمام ظاهر مشهور مبين وهو من الإمام علي عليه السلام إلى الإمام الحسن العسكري عليهم السلام، وإما باطن شنو مولانا؟ مستور، وهو ياهو سيدنا الإمام الحجة بن الحسن العسكري الإمام المهدي. فالنعم الظاهرة والباطنة هي الإمامة، الإمامة والأئمة، الظاهر منهم والباطن منهم. ليش الإمامة؟ لأن لما نصب رسول الله علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، لما نصب وقال من كنت مولا فهذا علي مولا، اللهم والي من والى، عادي من عادى، أنصر من نصر، أخذل من خذل، زين نزلت الآية، ها؟ في قضية الولاية والإمامة بعد نزلت، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم، بعد وأتممت عليكم، اقرأها، نعمتي. إذن الإمامة نعمة منين؟ من الله. إذا كانت الإمامة نعمة من الله فالأئمة نوعين، إما ظاهر وإما باطن، فالباطن الإمام الباطن والمستور، والظاهر هو الإمام الظاهر والمشهور. والأرض لا تخلو من، قلت لك شنو؟ من حجة، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هاي قضية عثمان الرواسي، زين، معاني الأخبار لما ترجع للكتاب أخبار الإمام الرضا عليه السلام، قضية عثمان الرواسي اللي نكر إمامة الإمام الرضا طويلة ما بدنا نسولفها مولانا، بس هي رواية. لما نكر إمامة الإمام الرضا عليه السلام وبقى على إمامة الإمام الكاظم، وصار من الواقفيين الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام،
الإمام الرضا ينقل لما مات يقول رفعوه شالوه من بعد ما غسلوه كفنوه، قصة طويلة ورواية طويلة جدا، وأنا ذكرتها في بعض المحاضرات مولانا. شالوه حتى أوصلوه إلى قبره، ثم أنزل إلى قبره. يقول الإمام الرضا عليه السلام: كأنما ألقي من جبل شاهق إلى الأرض. نزلوه، أشرجوا عليه الحجر، أهالوا عليه التراب، الجماعة راحت، كلها راحت، لم يبقى أحد عنده، بقى وحيد. وإذا بجار يجره من الجسد للروح، الجسد تجر الروح للقبر، ترجع الروح إلى قبرها إلى جسدها هناك الظل يمه. فدخل عليه الملكان، الإمام الرضا عليه السلام قاعد يقص القضية، فدخل عليه الملكان: اسمع وافهم يا فلان ابن فلان، إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن ولا آخر، زين، سألوه أحدهم قال له: من ربك؟ قال له: الله. نبيك؟ أجاب، قال له: أجاب. قال له: دينك؟ قال له: الإسلام. كتابك؟ القرآن. بعد قبلتك؟ الكعبة. بعد وين؟ أئمتك؟ قال له: علي أمير المؤمنين. ثم من؟ قال له: ثم الحسن. ثم من؟ قال له: ثم الحسين. ثم من؟ علي السجاد عليه السلام. ثم من؟ محمد الباقر. ثم من؟ جعفر الصادق. ثم من؟ موسى الكاظم. ثم من؟ أنت لما متت إمام زمانك اللي كان حياه هو نكر إمامة الإمام الرضا عليه السلام، ثم من؟ سكت. الرواية منقولة عن الإمام الرضا عليه السلام يقول: ضربه أحدهم بعمود من النار، ملأ قبره نارا إلى يوم البعث المعلوم. شوف، هذا الذي ينكر إمامة آل البيت، إكراما إليك، الذي ينكر إمامة محمد وآل محمد. إذن مولانا العزيز، البعض نكر إمام زمانه والبعض قتل إمام زمانه، هو فرق، واحد ينكر واحد يقتل، هذا اللي ينكر هيك، فكيف بمن يقتل إمام زمانه؟ الله، بأبي أنت وأمي مولاي، يا أبا عبد الله روحي فداك، يا حسين روحي فداك يا أبا عبد الله. سبحان الله، الإمام الصادق عليه السلام يقول هذا اسم حسين اختبار لشيعتنا، اسم حسين، حسين حسين، الله، هذا الاسم بمجرد أن يسمع الشيعي يسمع هذا الاسم يتهيأ قلبه، يخشع عينه، تبدأ بالحرارة، يتهيأ للبكاء بمجرد أن يذكر الحسين. حتى لو مات، أنا عندي عقيدة دائما دائما على المنابر أقولها، دائما أقولها، أقول الخطيب ما يبكي، لا، إنما ذكر المصيبة وذكر الحسين اللي يبكي. نعم، الخطيب اللي عليه يذكر بالمصيبة، لكن هو الحسين يبكي، هي مصيبة الحسين تبكي مولانا، مصيبة الحوراء زينب عظيمة تبكي مولاي، مؤذية مؤذية. أي، وأعظم ما يشجي الغيور شنو؟ دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو وال، شنو هالمصائب التي صبت على الحوراء زينب؟ شنو؟ جابوا زينب الحوراء سلام الله عليها من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان، وصلوها إلى المدينة المنورة. من وصلت إلى المدينة، مدينة الحسين عليه السلام، التفتت إلى الإمام زين العابدين، قالت: يا ابن أخي، يا ابن رسول الله، أنا ما عندي قلب أدخل إلى مدينة الحسين، إلى دار الحسين، خلي ناعي ينعى الحسين قبل وصولنا. فصاح لي، قل لي: يا بشر، أنت شاعر وأبوك شاعر، انزل إلى المدينة وانعى الحسين عند قبر رسول الله. راح الناعي ينعى الحسين عليه السلام، وصل إلى قبر الرسول صلى الله عليه وآله، وهو ينعى الحسين: ها يا أهل يثرب لا مقام لكم به. أي هذا صوت زينب، هذا صوت زينب، هاي دمعة زينب. أنت أقرأ ترى وساعدني ترى، جزاك الله ألف خير. ها يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين
ألف أدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء، مضرج وياي وياها، والرأس منه على القناة يدا. أين المنادي وحسينا؟ أيوا إماما، أنا الشقول اللي ينشدني من الناس، أخوك حسين وين وين؟ عباس أقول حسين ظل جثة بلا، أقول حسين ظل جثة بلا راس بلا راي، ياسو عباس النفل مقطوع اليدين. يا زينبها يا طارش روح لأهلي ودصل حيهم، يحيونك طبق والنوب. السادة أولاد الزهرة خلي سمعوني، هاي عمتكم زينب تنعب، الله شلون الصيح والله وياها وياها، شوف البيت يجرح القلب والله. حيهم يا طارش روح لأهلي ودصل حيهم، يحيونك طبق والنوب. حي هاي يوم حي هاي يوم، توسط بالعشيرة وصيح وياها، توسط بالعشيرة وصيح. حي هام أقولها لولا، حي هام حي هام يا هل زينب خذة وزينب سبية. الله الله الله، بعد بعد شوف السيد شيرد عليه سيد مشكورها. حيين هلي دوم للخطار، حيين بصلاة الليل والقرآن، حيين حيين يا طارش قلبني عدنان، حيين حيين لو مات وخذه وزينب سبية. ذليل الاخت من غير خوان، وانا من ين اجيب لدللوني، ماني معلم امشي بغير وليان، وانا الاخوان كلهم فارقوني. اسمع اسمع هذا البيت، ها اخويا طولي طولي اللي ما كان ينشاف شافه، شلون السيد يتحمل؟ ها مولاي يا صاحب العصر، طولي اللي ما كان ينشاف شافوا وصوت الماجان. تسمع لولاها، او صوت الماجان ينسمع سمعوا سمعوا، ابوي الما ينشتم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لشفاء المرضى قضاء الحوائج. بارك الله فيكم إن شاء الله، جزاكم الله خير من أوصانا بالدعاء، الكل بصوت واحد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر، لك أنت اقرأ أنت اقرأ. يا الله أمن يجيب، يا
يا الله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بعد مرة. أما يجيب يا كاشف السوء والبلوى يا الله. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله، بلخص من قصدناهم بالدعاء، من أوصاني بالدعاء، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم يا الله، عجل في فرجي مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائذين تحت لوائه يا الله، وإلى شرف النبي والأئمة الطاهرين أهلنا ذوينا من له حق علينا أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف، رحم الله من يقرأ الفاتحة معطر بذكر الصلاة على محمد وآله.